إلى أين؟ إلى أين يا ابن حريث؟ أنا ذاهب لاعتلاء المنبر وإلقاء الخطبة. وما هي المناسبة؟ بصفة نائب الحكومة في غياب الأمير. إلى أي جحيم ذهب الأمير ابن زياد كي تنصب نفسك نائبا لحكومته يا ابن حريث؟ استغفر ربك يا عامر واعلم أنني لست عمر بن سعد أو هذه الجماعة من النساء وإياك. يا عامر بن مسعود، ألا ترى هذين القاصدين؟ إنهما يحملان رسالة من الخليفة ابن زياد موجهة لأهل الكوفة، وعلي أن أبلغها لهؤلاء الناس. نعوذ بالله، هل سمعتم ما قاله؟ أيها الناس، إن ابن زياد قد نصب نفسه خليفة، ولا بد أنه يريد من أهل الكوفة أن يبايعوه. تبا لكم، ألا تستحون وترعون؟ هل بلغ الاستهتار بمقدسات المنبر أن يعتليه كل من هب ودب من أمثالك؟ ما أنت والمنبر والمحراب؟ يا ابن حريث، للمنبر أهله. لا تتفوه بما ليس من شأنك، وإلا قطعت رأسك أيها الخائن. إذا كان الخليفة قد مات، فالدولة الأموية لم تمت بعد يا عامر، وفيها الكثير من الرجال من أهل الكفاية. هل ظننت أنت وأمثالك من مرتزقة آل الزبير أنكم تستطيعون مقابلة هذه الدولة؟ اجلس يا ابن مسعود، وإياك أن تحاول إثارة الفتنة. يا أهل الكوفة، يا أهل الكوفة، اعلموا أن أهل البصرة قد بايعوا الخليفة ابن زياد، وذلك خير ما فعلوا. أنت تدعي أنك نائب الخليفة، وعليك أن تكون متفقها. وأنا رجل كثير الشك يا ابن حريث، فما هو حكم الشك بين ثالثة ورابعة؟ كثير الشك ليس مؤمنا. أي صلاة هذه التي تصليها وأنت مشغول البال بكل شيء ما عدا الله سبحانه وتعالى؟ نائب الخليفة مكلف بتسيير أمور معيشة الناس وأمنهم، أما أحكام الصلاة من الشكيات ومبطلات الوضوء والنجاسات والمحرمات والمطهرات، فذلك كله من واجب الشيوخ الذين درسوا هذه الأحكام، وهم موجودون إلى جانب الوالي ليجيبوا عن أسئلة الناس. فهمت؟ حسنا، لنفترض أنني رجل معيل ولست متكاسلا ولا اتكاليا، بل كادح ليل نهار، لكنني لا أستطيع أن أسد حاجة عائلتي، فتبات خاوية البطن. والحال أن هناك بعض المسلمين الذين أرى كلابهم متخمة من كثرة الأكل، وأطفالي ينهشهم الجوع. فما هو رأيك في حل هذا المعضل؟ وأنت كما تزعم أمامنا مسؤول عن حل مشاكل معيشة الناس، هل أسرق؟ ما دمت لا تستطيع أن تشبع بطون أبنائك، فلماذا كونت عائلة؟ أمثالك لا يحق لهم أن يعيشوا، ولا سبيل لك سوى الموت. أيها الناس، وفقاً لهذا المنطق عليكم جميعاً أن تموتوا لأنكم فقراء. على حد علمي أن الخليفة وعماله هم مكلفون بإحقاق الحق وأن يأخذوا حق المظلوم من الظالم عملا بالسنة النبوية الشريفة. الخليفة وولاته يجب أن يعدلوا بين الناس، لكي لا يموت بعض المسلمين جوعا وبعضهم يموت من كثرة الشبع. هذا ما جاء به الدين. إذا كنت مواليا لأبناء الزبير
فلماذا ترفع شعارات آل علي وتلقنها للناس؟ أصغوا إلي أيها الناس، أليس هذا هو الغش والخداع؟ هذه الشعارات كانت في عهد علي وقد انتهى زمانها، ولا صلة للخليفة الزبيري المتخم الأكول بها. أما أنا فإنني أملك من الشجاعة والشرف ما يجعلني لا أستخدم الدين سلاحا لخداع الناس، ولا أعاهدهم بما لا قدرة لي على إنجازه. فلا تصغوا إلى عامر هذا. يا ابن حريث، انزل عن منبر بيت الله ولا تدنسه. هيا انزل. يزيد قد هلك، لكن كلابه لا يريدون أن يتركوا الناس بحالهم. أهل الكوفة لا يريدون خليفة أمويا، يريدون خليفة زبيريا، فعبد الله بن الزبير هو الخليفة والأمير عامر بن مسعود. الخليفة هو عبد الله بن الزبير والأمير هو عامر بن مسعود. وسيلقي بالكوفة في هاوية. الكوفة مكتوب عليها ألا ترى الاستقرار، ومنذ اليوم سيرحل عنها الأمن والأمان. أنتم يا أهل الكوفة قد جحدتم من خدمكم، ويا لخسران عمري، ويا لخسران عمري الذي أتلفته في خدمتكم. الأوضاع في العراق مضطربة، والكوفة كما كانت دائما أهلها متفرقون إلى فرق متشددة وآراء متشتتة. فمن واجبكم يا ابن الزبير أن تبادروا لإنقاذ أولئك الناس الذين لا رأس لهم الآن، ومن واجبكم أيضا أن تعينوا أميرا للكوفة، فكلما تأخرتم في ذلك صعب الإشراف عليها مع مرور الوقت. إن معضل الكوفة هو معضلنا جميعا. وفي رأينا أن الشخص الوحيد، أجل الوحيد، الذي يستطيع أن يدبر أمور الكوفة ويديرها هو شخص واحد، هو أبو إسحاق، فهو عارف بأمور العراق، وأيضا محبوب، أجل محبوب لدى كافة أهل الكوفة. وفضلا عن ذلك فهو له دين في ذمتنا. أحسنتم، مرحبا بهذا الاختيار، والله إنه لخير اختيار، فالكوفيون يحبون أبا إسحاق، لا سيما التوابون، فهم يحترمونه ويأتمرون بأوامره أيضا. دمت لنا عزيزا يا مختار، حقا إنك جدير بإمارة الكوفة. حسنا جدا
يا أبا إسحاق، الوعد هو وفاء. مع أن وجودكم إلى جانبنا في مكة بمثابة سند لنا جميعا، ولكن لا حيلة لنا إلا القبول، فالعراق بحاجة إلى درايتكم وحسن تدبيركم. فالعجل العجل يا أبا إسحاق، لأن الكوفة في انتظارك. لا، لا، أرجو أن تعفوني من هذا. لماذا يا مختار؟ أنا كما تعلمون مقاتل، ولست برجل سياسة، وشتان بين السياسي والمقاتل. والكوفة كما قلتم بحاجة إلى أمير سياس ومدبر، كي يوحد أهلها بحسن الرأي والكياسة. هذا تواضع منك. هذا تواضع منك. أنسيت شرط البيعة بيننا؟ ألم يكن الحكم على العراق؟ ذلك الشرط لم يكن إلا بمثابة محك. المقصود منه معرفة مدى مكانتي لديكم، ليس إلا يا ابن الزبير. أما تخت إمارتي فهو سرج جوادي وسيفي هذا الذي هو رفيق دربي. أنا مأنوس بلامة حربي، ولساني لسان الرجل العسكري، وهو حاسم وجازم، والسياسة بحاجة إلى لسان ملائم ومرن، وأنا لا أمتلك هذا. هذه دروس تعلمتها منكم، فالأفضل لي أن أبقى معكم في مكة وإلى جانبكم. حسناً يا مختار، أهذا ما تريده؟ من تختاروه لإمارة الكوفة؟ أخبروني من؟ على ما يبدو اختار أهل الكوفة شخصا للإمارة، فلا بأس أن ينظر الخليفة في اختيارهم هذا. من الذي اختاروه؟ هو عامر بن مسعود. عامر بن مسعود، إنه رجل متدين وطيب القلب والسريرة، وكذلك محب للخير أيضا. وهذه الصفات لا تكفي لرجل سيحكم الكوفة، هذا يكفي؟ ها؟ هيا أجيبوني. امنحوه بعض الوقت في هذا المنصب، منصب والي الكوفة، فإن استطاع وكان لها فبها، وإلا عينوا شخصا آخر أكثر كفاءة منه يا حضرة الشيخ، ثم إن أخذ رأي أهل الكوفة بعين الاعتبار واحترامهم يزيد إعجابهم بحكم آل الزبير وتقديرهم. هذا رأي حسن، وإن كنا نعتقد فعلا أن أبا إسحاق هو أولى من غيره بحكومة الكوفة، لكنه رفض هذا المنصب مع كل الأسف. إني أرى وراء رفض المختار فتنة خفية. أية فتنة؟ لم أعرف بعد، لكنني واثق أن المختار يخطط لشيء ما في رأسه. هل أردت أن تعطيه حكومة الكوفة حقا؟ فعلت هذا يا ابن سهل، لكن اللعين لم يقبل. عجبا، إذا لماذا لا نزال نتداول الموضوع؟ ماذا تقول؟
ألا ينبغي أن نعرف السر الذي وراء رفض المختار لإمارة الكوفة؟ أنا أعرف. حسناً، لماذا لم يقبل؟ قل لي ما الذي تفكر به كي أقول لك سبب رفضه. أنا لا أفكر بشيء. إذن كيف لي يا ابن الزبير أن أعرف السبب الرئيسي لرفض المختار لإمارة الكوفة؟ هل أعلم الغيب والعياذ بالله؟ إذن ما الفائدة من وجودك؟ أجل، إنه أسلوب حضرتكم باتخاذ التخفي، وهذا يجعلني لا فائدة من وجودي. لذا أرجو منكم أن تأمروا بتسريح في الحال، وذلك من أجلي ألا تضيعوا بيت المال سدى لأنني لا أفيدكم. لماذا تفكر أنني أخفي عنك شيئا في رأسي؟ هذا أظهر من الشمس، لأن عرض إمارة الكوفة على المختار ليس معقولا ولا مقبولا على الإطلاق. فأنتم تعلمون إذا دخل المختار الكوفة حاكما عليها لا أحد يستطيع أن يقف في وجهه، فكيف إذن أردت أن توليه عليها؟ اللهم إلا أن تكون قد خططت لقتله والتخلص منه وهو في طريقه من مكة إلى الكوفة، وعندها ستكون الفرصة سانحة. أنت لست من أحلاسها يا ابن سهل، لأنه لا يزال أمامك درب طويل جدا لكي تصير سياسيا كيسا. نحن هنا وحدنا، أنا وأنت فقط. والله أيضا، إنك حقا لا تعرف شيئا عما يجري يا ابن سهل. ألم تسمع المثل السائر: كل سر جاوز الاثنين شاع؟ صن سرك ولا تفتح فمك. وإن اكتشفت ما ينم عن سر، عض على لسانك ولا تجريه ببيانك. وما أجمل الحكمة القائلة: مقتل الرجل بين فكيه. فخذ هذه عني وصن ما قد سمعت، وكن حافظا للسر. هل كان هذا شعرا قرأته علي؟ لا، كان من الحكم. أسمعتك كلاما مسجوعا كي يبقى في ذاكرتك. والآن قل لي، لماذا رفض المختار حكم إمارة الكوفة علما بأنه لا علم له بما يدور في رأسي؟ أريد جوابا مفيدا. حسنا، أعتقد أن المختار لن يذهب أبدا إلى الكوفة ما دام له منافس مثل سليمان بن سرد الخزعي. فالمختار ينتظر ما ينتهي إليه أمر التوابين، وعلى هذا طالما سليمان وجماعته التوابون في الكوفة فكن مطمئن البال، إذ إن سليمان عقبة كبرى في طريق المختار وما يخطط له. مسلم ابن عوسجة، هنيئا إلى كل أولئك الذين التحقوا بقافلة العشق. ويا لخسراننا نحن الذين أقعدتنا نفوسنا الضنينة، أخطاؤنا هي التي قد أبعدت آل علي بن أبي طالب من الكوفة إلى أبد الآبدين. فيا إخوتي ويا أخواتي، أعينوني، ساعدوني لكي نستعيد بعض ماء الوجه الذي فقدناه في تفريطنا. في تفريطنا يا إخوتي وأخواتي بنصرة الحق. ولكن يا قوم، من يستطيع أن يعيد الماء الجاري إلى مجاريه؟ أعينوني لنغسل
هذا العار الذي لحق بأذيالنا جميعاً. ساعدوني كي نشد حيازيمنا لنموت موتاً كريماً. أحبائي، لقد بلغني أن بعضاً من أهل الكوفة قد عزموا على مبايعة آل الزبير. من حقك أن تخاف يا كيان، أنا إني أشم رائحة انتحار جماعي هنا. هذا السيف يقتل صاحبه ولا يقتل العدو. وجود المختار الآن ضرورة ماسة. إن بعض أعمال أبي إسحاق تزعجني أحيانا. كم أود أن أضرب رأسي بالحائط غضبا. أنا لا أدري ما الذي يبقيه في مكة حتى الآن. الفرصة سانحة لتحقيق آمالنا، فلما لم يأتي؟ مهلا يا كيان، المختار الذي أنا أعرفه جيدا هيهات أن يضع قدمه في أرض هشة غائرة، ولا أظنه آتيا إلا بعد أن يتضح له ما يؤول إليه أمر التوابين. لماذا يا ابن كامل؟ لأن المختار لا يريد أن يقف في وجه سليمان، لأن سليمان لا يطالب بالحكم ولا يدعي ذلك، والمختار لا يؤمن بهذا النهج. ونحامي عنهم يزيد اللعين الذي كان رأس الأشقياء في صحراء كربلاء، قد هلك الآن. بعد ذلك الطاغية الظالم أتى دور ابن زياد السفاح وتغمته الفاسقة ليكملوا ما ارتكبوه من جرائم. أما أنا فسأقف محاربا هؤلاء القتلة حتى أنال الشهادة بإذن الله. فمن كان منكم عاشقا للشهادة فليطلق هذه الدنيا ويلتحق بقافلة نينوى. بماذا تفكر يا شمر؟ أنا حائر يا عمر. إن إمارة الكوفة راحت تجر أذيالها لعامر بن مسعود وهو جالس في بيته، وأنت قد أتلفت نصف عمرك في حسرتها، وكلما سعيت إليها ازددت بعدا عنها. وعامر نام ليلته واستفاق أميرا، سبحان الله. إمارة عامر لا دوام لها، فما تأتي به الريح يذهب معها. ولما تريد مبايعته؟ وأنت لما تبايع؟ لقد سئمت من آل أمية يا عمر، أنا منزعج منهم، ولا أظن أن بينهم رجلا جديرا بأن يكون خلفا لمعاوية بن أبي سفيان ليعيد دولته. أنا أبايع خوفا على نفسي، فما من حيلة لي الآن غير مبايعة آل الزبير. لما لا تهرب من الكوفة؟ أنا أهرب؟ إلى أين؟ اذهب وراء ابن زياد إلى الشام. أنسيت كيف انخدعنا لهؤلاء الشياطين؟ أتريد أن أعود لولد الزناء ابن زياد الفاسق مرة أخرى؟ هيهات، لو لم يكن المختار في مكة لالتجأت إلى الكعبة. أنا لست حاكماً، أنا مؤتمن من قبل الناس وخادمهم، وأنتما خير ما فعلتماه إذ تبعتما ما أجمع عليه الناس وعزمتما على البيعة. فقد تعب المسلمون من كثرة الانقسام، وأنا على يقين بأن التوابين على خطأ. فما معنى نبش القبور والهتك هذا؟ فإن هذا العمل يعذب
الأموات والأحياء ولا يجوز شرعا. على أي حال، بصفتي خادمة الكوفيين ومعتمدهم، أوصي جميع المسلمين بالإخاء والمودة، وقد جاء هذا المعنى في كتاب الخليفة موحيا بأن يكون المسلمون على قلب واحد ويحدوهم هدف واحد، رحماء بينهم، وأن يتناسوا الجراح القديمة، وأيضا أن يتآلفوا على الخير. ألا يريد التوابون أن يبايعوا الخليفة؟ ماذا أقول؟ لم يحزموا أمرهم على رأي بعد. كلامهم ذو وجهين، كأنهم يريدون العنب والسلة. لا أعلم أهم موافقون مع آل الزبير أم مخالفون. هذا لا يمكن أيها الأمير، ينبغي أن يعلنوا عن قصدهم. وما هو رأي الخليفة فيهم؟ يجب أن تعلم جيدا أن الخليفة في مقام الأب للجميع، ولحن الخليفة لحن أبوي حنون، إذ يأمل أن يعود أبناؤه الذين اتخذوا طريق الخطأ إلى الصواب، وألا يسببوا للوالد الألم والعذاب. وإذا لم يهتدي هذا المتمرد، وإذا لم يعد إلى رشده؟ صبر الوالد له حدود يا شيخ، وإلا يحدث ما حصل للنبي نوح مع ولده، عندما طفح الكيل صار مصير الوالد الفلاح والولد الهلاك. إنما أستشفه من كلام الأمير أن كل من يبايع آل الزبير يركب في سفينتهم وينجو من خطر طوفان التوابين الداهم، أهذا ما قصدته؟ صحيح، ولكن هذا ليس كل شيء. ما أتوقعه منكما أكثر من هذا بكثير، فإذا كنتما عازمين على البيعة لآل الزبير خوفا من انتقام التوابين، فالأفضل ألا تفعل ذلك، بل عجلا لتلتحقا بآل أمية في الشام، لأن البيعة كما تعلمان إذا كانت من خوف أو رجاء أو رهبة أو رغبة لا خير فيها. فإن كنتما قد آمنتما بآل الزبير فبايعا لتنجوا، وإلا فلا تفعلا. أنا أضمن لكم بيعتي بدمي أيها الأمير. أرجو أن تكون صادقا يا شمر. أنا بهذه البيعة أعلن انزجاري من آل أمية واشتياقي ووفائي لآل الزبير. أيها الإخوة التوابون، اعلموا أن بعض القتلة الملطخة أيديهم بدماء الإمام الحسين وأصحابه قد بايعوا والي الكوفة، ولا شك أن هذه البيعة قد جاءت بأمر من الخليفة ابن الزبير. يا للعجب، كيف يقبل الخليفة بيعة هؤلاء القتلة، هؤلاء القتلة من أمثال شمر اللعين وعمر بن سعد اللئيم؟ إذن أين ادعاؤهم بمطالبة دم الإمام الحسين؟ وهذا يعني العداء الظاهر للتوابين. أين هو ادعاؤهم أيها الإخوة؟ أمن الحق أيها الإخوة أن يظهر بين الحين والآخر بعض السفاحين الذين هم من مجانين السلطة لكي يرتكبوا أعظم المعاصي والجرائم باسم الدين يا إخوتي، كما أنهم يقومون بنهب أموال المسلمين المؤمنين باسم الدين، ويعتدوا ويهتكوا أعراض الناس باسم الدين الحنيف. مع هذا يعفو عنهم حاكم المسلمين.
عبيد الله بن زياد المعروف بابن مرجانة، هو أشقى الأشقياء وعدو الأولياء والأوصياء وجميع شهداء كربلاء، عنوان الكذب والرياء، عدو رب الأرض والسماء. ألا قطع الله أنفاسه فسيقطع رأسه وسيصلب جثمانه شنقا ليلاقي جزاء جرائمه النكرة. ما هذه المهزلة؟ ما هذه الترهات التي ترددونها؟ ما هذه السخرية؟ أما سئمت من هذا يا مختار؟ يا للعجب من هؤلاء الناس، كيف يثقون بك؟ نشوة الانتقام لا تحس بها إلا عندما تمسك قبضة سيفك وتخضبه بالدم. يا هذا، لا تأخذك رحمة بنا من أجل آخرتك، وأنت تعلم جيدا بأنني أعشق الدماء الجارية وأعشق القاتل، لا فرق قاتلا أو مقتولا. يا مختار اقتلني، ولكن بقرص من خبز قمح الري وامزجه بالسم. أطعمني إياه أرجوك، لا تنسى خبز الري. يا مختار، أنا هو العفريت المارد الذي شرب دماء ذلك البطل القائد أبي الأحرار ونقيب الأخيار ونور عين سيد الأطهار غريب الدار. اقتلوني واحرقوني. وداعا أيتها الكعبة، وداعا يا كعبة الحب والصفاء، وداعا يا كعبة القلوب، فهذا هو اللقاء الأخير. تقبل الله الطواف يا مختار. تقبل الله. أما عرفتني؟ هانئ ابن جبة الوداعي من الكوفة، كيف حالك يا ابن جبة؟ لله الحمد، وأنت كيف حالك يا أبا إسحاق؟ نحمده ونشكره على جميع نعمه. كنت أراقبك على مدى طوافك، كأنه كان طواف الوداع، إلى أين إن شاء الله؟ إن موت الإنسان هو أقرب من حبل الوريد يا أخي، وما أدرانا، لعله على أعتاب باب البيت يا ابن جبة، فما علينا إلا أن نكون مستعدين للسفر. ما وقوفك في مكة يا مختار؟ أراك قد نسيت الديار، ألا تريد أن تشد الرحال؟ مجاورة بيت الله توفيق لا يناله كل أحد يا هانئ. قل لي، ما هي أخبار الكوفة؟ الكوفة الآن كالبحر الهائج، لا ينقصها إلا وجود المختار. لقد استيقظ أهلها من غفلتهم بعد موت يزيد، فثاروا ضد عمال بني أمية وطردوهم. أما مبايعتهم لآل الزبير فليست إلا عن مصلحة وتقية، إذ لا حيلة لهم غير أن يرتضوا بآل الزبير، وفي غيابك قد اختار أهل الكوفة عامر بن مسعود أميرا عليهم، ولكن لا تزال الفرصة سانحة يا مختار، فأهل الكوفة لا يثقون بآل الزبير. وسليمان بن صرد أليس موجودا بينهم؟ فلماذا لم يبايعوه إذن؟ مع أن كثيرا من أهل الكوفة مجتمع حوله، لكنه لا يميل للحكم والإمارة، وقد ألح عليه كثيرون فلم يقبل، وصار البكاء شغله الشاغل، فهو وأنصاره قد أطلقوا على أنفسهم لقب التوابين، وهم يعتقدون أن توبتهم لن تقبل إلا باستشهادهم. وكيف تقوم رأي الكوفيين في المختار؟ من أي وجه؟ بشكل عام أريد أن أعرف ماذا يقولون عني. لا يقولون إلا خيراً، يتكلمون عن بطولاتك في حرب مكة، ويتكلمون أيضاً عن دفاعك عن حريم الكعبة، وأحد أدلتهم على مبايعتهم آل الزبير هو أنت.
أنا؟ أجل أنت، اعتمدوا على تمييزك للأمور. ويقولون لو كان آل الزبير غير صالحين لما وقف المختار معهم. أحقا؟ لماذا لا تريد أن تعرف مكانتك الرفيعة؟ أهل الكوفة ينظرون إليك وهم يفخرون بوقفتك ودفاعك عن بيت الله الحرام. ورأي التوابين، هل يعتقدون هذا أيضا؟ ليس لهم شغل لا بالمختار ولا بآل الزبير، كل همهم وغمهم هو الشهادة، وأنا لم أسمع منهم شيئا. يا مختار. نعم. ما رأيك بآل الزبير وأي نوع من الناس هم؟ من أي وجه؟ من حيث إيمانهم بالدين والشريعة وأسلوبهم في الحكم، وهل هم متحمسون للدين أم للدنيا؟ الله تعالى وحده الذي يعرف ما في ضمائر الناس ونياتهم. إن الالتزام بأحكام الشرع لي أنا وللخليفة أولى من الأكل والشرب وحتى تنفس الهواء، والخليفة يريد أن تتزوج أرملة أخيه وفق حكم الشرع المقدس، ولكن ليس مع الغريب. الخليفة يريد أن أبقى عروس البيت زبيري ما دمت حية. حسناً، سمعاً وطاعة، لكنني قد نذرت نذراً بعد موت المنذر، وهو أن يكون زواجي مشروطاً. مشروط بأي شرط؟ القصاص. القصاص؟ ممن؟ من قاتل المنذر. قاتل المنذر شخص مجهول شامي لا يعرفه أحد، وقد أوصله المنذر إلى الدرك الأسفل. قاتل المنذر هو قائد الجيش الذي سمح للمنذر بالقتال. المختار؟ أجل، المختار. ما دام المختار على قيد الحياة فحياة أبناء الزبير في خطر. ولكن قتل المختار ليس لصالح دولتنا يا خاشعة. جعفر، لكي لا تتهم، الدولة الزبيرية يمكن قتله بطريقة ما. وهل أنت مصرة على قتل المختار؟ أنا قد نذرت يا جعفر، وهذا عهد علي، تعلم أن أداء النذر فريضة. مهري هو دم المختار. يا من بذكره تطمئن القلوب، إلهي يا من بذكرك تطمئن القلوب. ابن الزبير بعد مصالحته مع الحسين بن نمير سيفتك بالهاشميين، الأفضل أن تهاجر مع الإمام زين العابدين من الحجاز يا مولاي. نهاجر؟ لكن إلى أين يا مختار؟ كيف تريدنا أن نهاجر وأنت تعلم أن كل شبر من بلاد الحجاز المباركة آيات من الذكريات للهاشميين في هذه الأرض؟ الكوفة أيضا لكم فيها ذكريات حلوة وذكريات مرة. الكوفة؟ لا تقل الكوفة، لا تذكرني بها يا مختار، لقد تعبت من كل ما لقيناه هناك يا مختار. فبأي وجه تدعون للذهاب إلى الكوفة؟ أنت تعلم ما هو موقفي من الذهاب إلى الكوفة. أعلم يا مولاي أن مجرد سماع اسم الكوفة يزعجكم، لأنهم أسرفوا في جفاء الإمام علي وأولاده. في تلك الأيام
التي أخذ الكوفيون يكتبون للإمام الحسين الشهيد أنا خالفتهم الرأي، لأنهم لم يكونوا قد عرفوا بعد منزلة الإمام علي وأولاده، ولكن لا رأي لمن لا يطاع. لذلك أنا لم أستطع حينها أن أقف في وجه أمثال سليمان، وقد وقع ما وقع. لكن الآن قد تغيرت أحوال أهل الكوفة، وقد استيقظوا ببركات دم الإمام من سباتهم الذي طال واستمر 30 عاما. يا مختار، لقد دفع آل علي بن أبي طالب من دمائهم غرامة كبرى نتيجة أخطاء هؤلاء القوم، فنحن لم نعد مدينين لهم بشيء أبدا. أصبحت هذه المدينة تزعجنا، فلا تحاول إقناعنا يا مختار. نحن هنا راضون بظلم آل الزبير، لكن من هذه المدينة نحن نافرون. هشام! حاضر سيدي. ساعدني كي أنهض. سمعا وطاعة. أي ولاء هذا تدعي حبنا وتدعونا إلى كربلاء ونهر الفرات؟ هيهات هيهات. مولاي اسمح لي كي أطهر أرض الكوفة من رجس الأشقياء. ماذا يدور في رأسك؟ ماذا ستفعل؟ أريد أن أرفع راية الثورة يا مولاي. أريد أن أقود قاتلي سيدي ومولاي الحسين الشهيد إلى مذبح القصاص. وماذا تريد مني؟ الإذن. أريد حكم الإذن. الحكم هو حكم وعد الله. إنا من المجرمين منتقمون. هذه الآية تعني الإذن، إنها تعني الحكم بالانتقام، إنها دلالة واضحة. إن هذا العدد المزور من أشباه المختار دلالة على أن المختار كان يخطط للفرار منذ فترة طويلة. هذه هي السياسة. فلو جمعتم كل سياسي آل زبير فإنهم لم يعادلوا إصبع المختار الصغرى. كيف لم ينتبه أحدكم ماذا وراء هذا المسمى بالمختار الثقفي من فتنة النائمة النكراء؟ ها؟
الطائف. لعله الآن في الطائف. أستبعد ذلك يا جعفر، أستبعد ذلك. وعلى أي حال اذهبوا إلى الطائف، فإن لم تجدوه هناك خذوا أمه رهينة، لعلنا نستطيع بواسطتها أن نصطاد ابنها المخادع. ابنها المخادع. لم يكن في الطائف. هل ابتلعته الأرض؟ ها؟ ألم يكن في الطائف؟ لا. يبدو أن المختار كان يخطط للفرار منذ مدة. نقل أمه من الطائف قبل شهر. لم نجد في بيته ولا في بستانه في الطائف أحدا سوى بستاني عجوز. يا ابن سهل، دعني أصارحك بلا مجاملة وبكلام صريح. أنت فاشل يا داهية دولة آل زبير. يا ابن سهل، ألم تقل لي ما دام سليمان بن سرد الخزاعي زعيم حركة التوابين في الكوفة سوف لن يذهب المختار إلى هناك؟ لقد صرفت توجهنا عن مراقبة المختار فتركنا حبله على غاربه فذهب حيث شاء واختفى. شكرا على الأفكار الضالة يا ابن سهل. عفوا يا أمير، ولكن أغلق فمك يا ابن سهل. هذا الخرق الذي أوجدته لا يرقع بهذه التمويهات أبدا. سحقا لي، سحقا لي. لقد صح فينا المثل القائل: على أهلها جنت براقش. الذنب ذنبي أنا، لقد اعتمدت على أمثالك بكل ثقة وصدق أيها الغبي. هذه الدولة التي لم تستطع أن تعالج أمر شخص واحد، كيف تريد أن تقاتل خصوما مثل آل أمية، الدولة التي مارست السياسة بذكاء وحنكة كل هذه السنين الطويلة؟ أخبروني أيها القادة وأيها المستشارون. يا ابن يزيد. أجل يا حضرة الخليفة. أنت وإبراهيم بن محمد بن طلحة الخير اذهبا في الحال إلى مدينة الكوفة واقبضا على دفة الأمور وتوليا منصبي إمامة الجمعة وولايتها، ولا تتركا مجالا للمختار يصول ويجول فيها، وحاولا بكل جهدكما أن تدفعا خطره بأي وجه كان. سيرا على بركة الله. هل تعلمون
لماذا تعلل التوابون في إعلان رأيهم عن أبناء الزبير؟ لأننا كنا نريد كشف نوايا هذه الطائفة وكشف حبهم الذي يدعونه لآل الإمام علي. فهذا الخليفة عبد الله كان في حرب الجمل حمالة حطب بين الفريقين، وعندما سمعت أنه قد رفع راية الثأر لدم الإمام الحسين دهشت ولم أكن أدري هل أصدق أم لا. طبعا إن ابن آدم خطاء، لكن باب التوبة مفتوح. قلت حينها في نفسي لعلهم انتبهوا إلى أخطائهم فأرادوا أن يكفروا عنها، وما كان أصعب أن أصدق ادعاءهم لأنني أعرف مدى حبهم للجاه والسلطان، وعاشق الجاه والمقام مخادع. لهذا عندما رأوا مشاعر محبي الإمام الحسين قد التهبت رفعوا علم الانتقام له. ولعبة عامر مع الأمويين في الكوفة مثل معاملة آل الزبير مع جيش الشام في مكة. فبعد موت يزيد رفع جيش الشام راية الصلح، فسال لعاب عبد الله بن الزبير على المصالحة مع قاتلي أهل المدينة الذين أضرموا النار في الكعبة، فراح يتعلل ويتساهل ويتماهل ويماطل إلى أن فر جيش الشام. ما الأمر يا كيان؟ ابن لقد فر أبو إسحاق من مكة إلى دولة وهو في طريقه إلى الكوفة. إذن هكذا مرة أخرى ترك المختار أعداءه في حيرة ودهشة. إن فرار المختار من قبضة آل الزبير لا تترك مجالا لشائعات الأعداء والمغرضين أبدا. إن هذا خبر جيد. ماذا علينا أن نفعل يا ابن كامل؟ سنثير ضجة يا كيان، ثورة. سوف نخبر جميع أصدقائنا المختار بطل الدفاع الوحيد عن الكعبة ينبغي أن يدخل الكوفة بكل جلال وهيبة. أن يفعل تعال يا كيان لاستمالة القلوب. انظري يا عروستي، انظري يا ابنتي إلى هذا القوام الفارع، إلى هذا الأسد اليافع. هذا هو عروس الأمس الخجول الذي كان بالأمس يخجل عندما تنظرين إليه. انظري إليه كيف يبدو رجلاً كاملاً في درعه ولامة حربه. لقد ازداد حبي لك وأنت في زي الحرب يا وهب. فكيف إذا رأيته في ساحة القتال؟ سيطير عقلك وستهيمين به. لقد أظلمت قلوبكم فسود الله وجوهكم حتى صرتم أسوأ من بني إسرائيل. أتعلمون خطورة أفعالكم؟ أتقطعون الطريق والماء على ابن بنت رسول الله؟ أسألك أيها الصبي، هل تعرف أسماء آلات السلاح؟ يا ابن زهير، حتى متى نبقى متفرجين على شعوذة هذا الصبي المراهق؟
أنت دائما تفاجئ الإنسان. هذا من فنون الرجل الصياد يا سيدتي، ولابد للصياد أن يفاجئ الطريدة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل. لقد تجرعت الكوفة فراقك 3 سنين، ألا يكفيها؟ هيا انهض، أمامنا وقت طويل للانتصار، المطالبون بثارات الحسين في انتظارك.